اليوم في اقتراح انه عين ام الشقف اللي ترممت في السنين الاخيره يكون تكون اسم صالح مقلدي. لا طبعا يطلع ايش كل شيء فاهم كيف لازم تعطيه حقه. صالح مقلدي بيستاهل حتى اكثر من هيك، لانه في قبل تقريبا مد بديش يعني حدد السنه بالذات او الوقت بالذات، صار هناك اضمحلال في عين ام الشقف، فذهب حياة براضي الله يرحمه سليمان مقلدي، راح على إجريه من هون لحصبية لحتى إنه جاب ثلاث عمال تيفتحوا مجرى المي، لأنه جفت المي، تيفتح المي للشرق. لذلك كيف قعدوا شهرين، ولكن شدة البرودة منعتهم وصار في عندهم عياء وما قدروش يقدروا يقحموا البرد اللي هو موجود. لكن الله يرحم حياة مقبل النطور، هو الشخص اللي كان في عنده القوة الجبارة اللي هو فتح المي وصارت المي تسيل على 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 الشقف لتسيل الضمع، يعني أهالي الدالي والمنطقة كلها. إلا إذا سألتني أنت إذا بيستاهل صالح مقلدي، بيستاهل فاهم كيف، إنه مش بس عين مي تتسمى على اسمه، صالح مقلدي حمل الأرض الغربية اللي هي فاهم كيف، يعني ممكن تكون من سكعب لحد دار بحرب والمقتل اللي هي ممكن تكون حوالي 4000 دنم، هو اللي حماها صالح مقلدي، هو اللي اعطاها للبلد وقسمها لأهل البلد. الله يرحمه بيستاهل أكثر من هيك صالح مقلدي، مش علشان جدي أو جد بي أو جد كذا، ولكن الواقع بيقول هيك. هذول الكبار اللي عملوا تاريخ في منطقة الكرمل في الدروز ما خلدوش اسمهم عشان هم كانوا من عيال صغيرة؟ لا 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 لا، مش علشان كانوا من عيال صغيرة، أو ما كانش في هناك يعني ما كانش في فكرة انه يعني تدون هاي الاسامي او هاي يعني هذول الافاضل الملاح. في كثير في بلدنا يعني مشايخ واوادم، مش بس نحن بنقول عن نفسنا انه يعني نحن عملنا، في ناس كثير في بلدنا فهم كيف، اللي هي مثلا حياة المرحوم أحمد حسون كان له مكانة خاصة وعمل المستحيل يعني في سبيل تنظيم القرية. حياة قاسم الحلبي، قاسم الحلبي القديم كمان كان يساعد الفقير، كان يشتري من جيبته الخاص يعني عوائل يعني الحطب وكذا من بيته الخاص من ماله الخاص، على أساس إنه يشجع العامل إنه يستر حاله. ما فيش كان هناك فهم كيف. أما المزبوط اليوم في الظروف الحاضرة نحن فيها، شكرا لرؤساء المجالس اللي هن فهم كيف، اللي هن اليوم يعني واحد بيعمل عمل طيب عمل مليح يعني بيعملوا إشي على اسمه، ذكرى لاسمه، لحتى إنه الناس تتشجع وتعمل أكثر وتتبرع أكثر. للأسف الشديد اليوم في الظروف الحاضرة اللي نحن فيها، مش إذا ما إحنا كنا في الماضي كنا نتأثر في الكرامة، نتأثر في القيم في المبادئ. اليوم ما في يعني، حتى أنت إذا بتقرأ جريدة عربية مثلا فهم كيف، اللي الشاب اليوم اللي موجود بصير يضحك عليه، يعني بيمرق من حدك الشاب اليوم بقول لك شلوم، بقول لكش الله يمسيك بالخير مثل ما كنا نقول أول. يعني اليوم وإذا أنا بيجي بوس إيد بي أو إيد شخص محترم آدمي فهم كيف، الولد الصغير اليوم اللي في المدرسة هاي نحن بصير يضحك علي إنه كيف أنا بعمل عمل عن الشكل. أما بالنسبة إلي فهم كيف، هذا احترام وتقدير. اليوم لا، هذا فيش عندهم هاي المبادئ، فيش عندهم يعني هاي التقييمات إنه نحترم نحن الكبير. إيش اليوم نحن عندنا ظاهرة خطيرة جدا جدا جدا. المزبوط يعني ايش هذا اللي موجود اليوم، مش عندي وعندك، عند كل الناس اليوم موجود هذا. يعني ما فيش عندك اليوم حكم لا على بنت ولا على ولد ولا على يعني ولا على اي انسان. يعني بتعمل المستحيل قدام ابنك على اساس تكسبه، على اساس تعمل له يعني مصلحه للمستقبل، بدوش اياك وبدوش فاهم كيف، بدوش شو انت بتقول، يعني شو بدك تعمل. يعني اليوم شفت انت اليوم في الظروف الحاضرة اللي احنا فيها، اذا انت بتحكي مع ابنك او مع بنتك، لا خلينا بلناش نجيب سيرة البنت، قول الولد، بتدلله وبتعطيه كل الامكانيات، اذا بتزعل يوم من الايام يا الحبل يا 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 الرشاش. وهاي الديانة، هذا الوقت اللي وصلنا له، هذا وقت خطير جدا جدا. يعني وان شاء الله انه تتغير الامور لاحسن. فترة من الفترات اللي انت كنت كثير متدخل او تتعامل السياسي،
في أي حزب أنت كنت؟ والله أنا المزبوط بدي أقول لك شيء واحد، يعني اليوم مثلا عم نحكي على التقدم والعمران اللي احنا موجودين فيه، ولكن أنا بدي أحكي كلمة وبخافش منها وبدون تحفظ. رئاسة الشيخ نواف العزام كانت رئاسة محترمة، رئاسة فيها ثقة بين المواطن وبين السلطة. كان يعني عضو المجلس المحلي اللي كان في هذاك الوقت كان له قيم وله مبادئ وله احترام، فإذا مشي في الشارع أو إذا لقى أشياء اللي هي يعني منافية للقانون أو منافية للنظام كان يحكي كلمته أما كانت تنفذ. أما بعكس اليوم، وإن شاء الله أنا الأمور بتكون أفضل أحسن، ولكن أنا اللي بدي أقول لك إياه في رئاسة أبو عزام نواف الله يطول عمره ومدفع عمره، الحقيقة إنه كان له موقف خاص، كان فيه مهابة، فيه احترام. دور السياسي، أنا دور السياسي كان من الأساس كان مربوط أدبيا وسياسيا مع الشيخ، بحياة المرحوم الشيخ جبر معدي المزبوط، مع حزب العمل. ما أما ظليتني مع الشيخ جبر معدي تنو الله يعني تنو خلص من الوظيفة، ولكن بعد حزب العمل. نعم، كنت في حزب العمل. في حزب العمل مع الشيخ جبر معدي، أما بعدين من لما الشيخ جبر يعني خلص من الكنيسة، أنا كنت مع الشيخ نواف العزام في حزب العمل المزبوط. أنت كنت عضو مجلس مرة من المرات يا أبو يوسف؟ نعم معلوم، كنت عضو مجلس محلي في سنة 1978. نعم، أول مجلس محلي قام في بلد الكرمل سنة 1951 في شباط، وكان المجلس في هذاك الوقت التعيين كان من 9 أشخاص، الشيخ قفطان الله يرحمه، الشيخ قاسم أبو علي قاسم كمان الله يرحمه، هذا يعني هذول كانوا، والشيخ زيدان اليوسف كمان الله يرحمه، صالح الراضي كمان من قرابتنا، كان صالح أبو نصر صالح الراضي، محمد صالح الراضي بهذاك الوقت كان يعني محسوب حلبية، يعني من الأربعة اللي موجودين. وبعدين كان توفيق الشامي أبو قاسم الله يرحمه كان عضو، حياة يوسف الخطيب وحياة مراجي صلاح الرجاء الله يرحمه كان، وأبو فوز حسين وأبو سامي حسون، 9 كانوا هذول منتخبين انتخاب في هذاك الوقت. ولكن في سنة 53 كان أول انتخاب مجلس محلي ديمقراطي في هذاك الوقت، وفي هذاك الوقت المجلس اللي كان 4 مع شيخ خفطان و4 مع شيخ قاسم، وتقسموها في هذاك الوقت سنتين بسنتين. دالي كبرت بشكل سريع جدا. طبعا اطلع اول شيء فاهم كيف يعني كثرة السكان، يعني بدي اقول لك اياها كلمة، بس هذول محليين يعني هذول مش اجوا من برا بعد 48. الاقتصاد لما انت عم تحكي على 48 على 2456 على 48 يعني كيف من 48 60 اقل من 60 سنة صرنا 14 15 الف نسمة. طبعا طيب يا اخي طلع ايش بدي اقول لك، الا اجت انت صار هون فاهم كيف، نحن فاهم كيف كثرة النسل للاولاد وكذا، على اساس انه يعني صار في انتخابات ديمقراطية، هل اللي عنده اصوات يعني هو بصير عضو مجلس محلي، ما عندكش اصوات لو انه راسك بيمسح السماء ما بتطلع، لا بتكون عشان يخلف اولاد، مش قصة خلف اولاد على اساس الانتخابات، لا الحالة الاقتصادية هي بتساعد، يعني خلينا نقول لك فاهم كيف، يعني هي بتخلق من الانسان فاهم كيف، يعني فرحته في العمل في البناء في يعني كل انسان فاهم كيف بفكر انه بده يعمر ويبني لمين، بده يعمر لاولاده. كل زفه عريس انت تقوم فيها. يقول لك زفه العريس مش انه يعني كلمه عاديه راسا، زفه العريس هي يعني الفرحة الأساسية لكل بي ولكل أم، يعني اللي هي بتفكر كل الوقت، هي بتفكر إنه يوم من الأيام ابنها بده يكون على كرسي الزفة، والزفة هاي أكبر قوة يعني عاطفية لأم العريس ولبي العريس، لأنه الزفة هي فيها يعني حنان، فيها مراجل، فيها كرم، فيها يعني كل المسببات اللي هي بتقوي عضلات الإنسان وقوة الإنسان في كرمه وأخلاقه موجودة في الزفة. الزفة هاي أنا سألت عنها
هاي الزفه بقول لك هاي قديمه، هاي اجت كمان من عندنا من المنطقه الغربيه، من صوب بستان ومن صوب من الشقف، مش من اليوم، هاي من قبل تقريبا 250 سنه هاي الزفه اجت. قلت لك هاي الزفه لما ولد بيقعد على الكرسي، يعني اولاد عمه يلاقوا له، يعني هاي تطلع الكلام، يعني الكلام فيه حنان، فيه رجوله، فيه قوه اراده، فيه كرم، فيه اخلاق، فيه يعني كل المسببات، فاهم كيف؟ انه الانسان تتقرب مع بعضها، حتى اطلع حتى السلام. حتى لقيت حياه الشيخ جبر الله يرحمه، قلت له يا زلمه شو بالك شو السيره، فاهم كيف انت اليوم في الظروف الحاضره، بس تلاقي واحد بتبوس ايده وببوس ايدك، فاهم كيف؟ قال لي يا زلمه والله انه انا لما بلاقي شخص فاهم كيف وببوس ايده كانه فاهم كيف صار لي يعني احترام عند الله سبحانه وتعالى، يعني كانه انا يعني اتعاطف معي هذا الولد، دخلت محبته لقلبي، صار في حنان بين بعضنا.